بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. في بنوتة كده أمرايا بعتالي عندي على القناة بتقول إن بشرتها حاسة إن هي بهتانة وتعبانة، وكمان بدأ يظهر لها خطوط رفيعة في الجبهة، فعايزة وصفة سهلة وبسيطة وكمان مش مكلفة وكل مكوناتها تكون عندنا في البيت. فأنا هعمل لك النهاردة وصفة هتشيل لك الخطوط الرفيعة، هتفتح لون البشرة وتوحد لونها، ده غير كمان إن هي تديكي نضارة ولمعان وهتخلي بشرتك منورة. يلا بينا نبدأ ونشوف أول مكون معايا. أول مكون يا بنات هو الدقيق أو الطحين، طبعا كلنا عندنا دقيق وطحين في البيت، ده اللي بنعمل منه الحلويات والبيتزا. تاني مكون معايا بنات هتكون القهوة، القهوة مضادات أكسدة بتعالج التجاعيد، كمان فيها مادة الكافيين اللي بتساعد على التخلص من التصبغات وتفتيح وتوحيد لون البشرة. هضيف عليهم ايه يا بنات؟ هضيف عليهم معلقة من العسل، العسل برضو بيعالج التجاعيد وكمان بيدي نضارة ونعومة للبشرة، كده معلقة من العسل. وهضيف عليهم بقى اقوى مرطب وهو الزبادي او الياغورت الطبيعي. هاخد المكونات دي كلها بقى اقلبها مع بعض. خلاص يا بنات كده الوصفة انا قلبتها وبقت جاهزة معايا بالقوام الكريمي القمر ده. طيب هنستخدمها ازاي؟ طبعا على بشرة نظيفة تغسلي بشرتك كويس جدا وبعد كده تنشفيها وتاخدي من الماسك ده وتفردي على البشرة وتسيبيه لمدة 20 دقيقة، وبعد كده تغسلي بشرتك وبعد كده بمية فاترة، طبعا تغسلها بمية فاترة وبعدين مية باردة او مكعبات تلج تمشيها على البشرة، وعلى طول رطبي بشرتك بأي كريم مرطب. بنستخدمها مرتين في الأسبوع، حلوة جدا، جربوها واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. وأهم حاجة متنسيش تدعميني باللايك، ولو كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم.